الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا هذه الختم القرآن ودعاءنا يا رب العالمين، وتقبل توبتنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم أوصل وحدتنا بالقرآن، واصلح أحوالنا بالقرآن، واشف أمراضنا بالقرآن، وأد ديوننا بالقرآن، واستر عيوبنا بالقرآن، واغفر ذنوبنا بالقرآن، واحفظ لأحيانا بالقرآن، واغفر لموتانا بالقرآن، وسلم المسافرين المسلمين بالقرآن. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وإخواننا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا ولمن لم يحكم علينا ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا من زوال الإيمان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين، اللهم أهلك الكفرة والبدعة والدهرين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وقنا عذاب النار برحمتك يا رب.